قالب كفتة بحشوة الجبنة والتركي. ازاي هنعملها؟ هقول لكم المكونات الاول. عايزين تقريبا من كيلو لاتنين كيلو لحمة مفرومة احمر، ده على حسب الصينية اللي هنستخدمها طبعا، ده كمان على حسب افراد العائلة. ربع كيلو تركي مدخن، ربع كيلو جبنة تشيدر، اتنين فلفل احمر مشوي، نص كوب بقسماط، ملح وفلفل وبهارات. الكفتة دي هنعمل لها صوص. الصوص عبارة عن اتنين فص ثوم مفروم، واحد مكعب مرق، واحد ونص كوب كريمة، اتنين كوب مشروم، اتنين معلقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم، واحد معلقة كبيرة عصير ليمون. طيب خلينا نعمل أول جزء في الوصفة بتاعتنا اللي هو اللحمة. نجيب بس سكينة. عايزين نقطع الجبنة اللي عندنا لشرايح. ممكن كفاية كده. وعندنا الفلفل الأحمر، عايزين بس نصفيه طبعا لأنه إحنا الفلفل ده مشوي، فلازم إيه نصفيه من المية. تمام، إحنا كده عندنا كله جاهز. ناخد بقى اللحمة نحطها هنا. زي ما قلنا حسب، بس أنا أفتكر يعني الصينية شوية كبيرة، خلينا ناخدها كلها، واللي هنعوزه اللي هيفضل بنخليه للمرة الجاية. طيب الملح والفلفل، الملح نحط دي هنا، بس يمكن عايزة نتفة ملح كمان. هناخد البقسماط وهناخد البهارات، بس دي الخلطة بتاعت اللحمة. ناخد بقى نص الكمية اللي عندنا وهنرصها في القالب بتاعنا. عندنا التركي، تمام كده. ناخد الجبنة نحطها هنا، ناخد دي دايما يعني بعيدة أنا شوية عن الحروف كده زي ما أنتوا شايفين، شوية مدية بس مساحة للحروف. ناخد دلوقتي الفلفل المشوي اللي عندنا. تمام كده. ناخد بقى نقص يعني يدوب بس شوية صغيرين جدا من الملح والفلفل، نحطهم على الفلفل المشوي اللي عندنا. أول حاجة هنبتدي نحط هنا في الأطراف كده كده وبعدين كده، بس المهم عندي أأمن إن الأطراف اتسدت وإن الحشوة مش هتيجي عليها. تمام، أنا بقى هعمل إيه دلوقتي؟ هعمل نفس اللي عملته ده في كل
الوش عندنا الاطراف كده الاول وبعدين كده شايفين عشان اتاكد ان الحشوه ما تطلعش. هكمل بقى انا وش الصينيه كله بالطريقه دي. ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما غطيت الحشوه كلها بطبقه تانية من اللحمه المفرومه. هاخدها دلوقتي احطها في الفرن على درجه حراره عاليه، اعلى درجه حراره في الفرن هحطها فيه علشان خاطر ما نخليهاش تنزل ميه كتير. هنحط فصين الثوم اللي عندنا. وطبعا قلنا كوبايه ونص كريمه. نحط المشروم. نحط الكريمة. ونحط مكعب المرق. واصل دلوقتي هناخد الصوص بتاعتنا بقى اللي عملناها وهنحطها على وش القالب بتاع الكفتة بتاعنا. وبنقدر نخلي بقية الصوص في طبق على جنب لو تحبوا.